فريق الديوانية يعسكر في بغداد تحضيرا للدور المقبل. نتابع. أتمنى للفريق وللنادي وإدارة النادي والجهاز الفني والجماهير أن يكون موسم مختلف، موسم يلبي طموحات الكبيرة للنادي. اليوم أكيد استقطب النادي نجوم ولاعبين بالدوري العراقي مميزين، إضافة للاعبين المتواجدين بالموسم الماضي. اللي غادر النادي غادر، واللي بقى هو مع الفريق. لا يوجد تداخل في العمل، بالعكس إضافة قوية، خاصة أستاذ علي لفتة، إضافة إلى الزميل ساجد سليم. الاستشارات من قبلهم متواصلة من أجل يعني الظهور بخطة إعلامية حقيقية توازي ما طرح في مواقع التواصل وفي البرامج الرياضية حول عمل نادي الديوانية.